اسمعك يا نهار اسود. مش عارف السجاير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى اسمع في سوف تير بنت خطاطور بنجي ترياس بشوس في نوتين قوم شمال انا مستحقين اقولها بشكر ابانا الذي في السماء كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك ملكك هو المجد الى ابد امين خير بخريستوس يسوس بن شويس إبي بروسف كين ساسيتي إيرن باسي كتبني في موتي سو فنشكو سنة خيرات رحم الله بربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح لأنه أصدرنا عنا حفظا قبل لي أشفق علينا عضاتنا أطبنا لهذه الساعة وذن فرنسا لنا أحفظنا في هذا المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام أطاب كل رب والأخنا بروسف إكساستي كيلا يسوع رب الإله طاب كلها بربنا ولانا خلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك صرتنا وعنتنا في طرق قبلتنا إليك أشفقت على هنا عضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة لبوك أرحمنا الله ترافع علينا اسمعنا وعيننا وأقبل صلاة وطلبات القديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب ونحن هذا نسأل ونطلب من صلاح مباشر نحن نكمل هذا المقدس كل أهم حياتنا بكل سلام أخافتك كل حسب كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة ناس أشرار قيم العظم فينا الظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن مواضيك المقدسات أما الصالحات والنافعات فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو كيريه كتبنا في موتي Let us ask at Pantocrator, Father of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask and treat your goodness for love of mankind. Remember, Lord, the sick of your people. Pray for our fathers and our brother who are sick with any sickness, whether in this place or any place, the Christ our God may grant us health and healing. And forgive us our sins. Lord have mercy. سعد ورحمة رأفات شفي من زعنا معنا كل مرة كل سغب. روح الأمراض تردوا الذين يمتون ترحين في الأمراض. أخي معزم معذبون من أرواحنا لساعتهم جميعا. الذين في سبيل المطابخ الذي في النافية والسبب المخبوط عليهم في بداية مرة. يا رب أعطاهم جميعا وهم أرحمهم تحل مربطين وخمس ساخدين. رجاء من ليس له رجاء مهم ليس له معين. عزاء صغر قلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المضاق المقبوض عليه أعطي رب رحمة أعطي راحة برودة أعطي نعمة أعطي معونة دي أخلاه أصان أعطي أفرخ دي وثامن نحن أيضا يا رب أمراض فسنا شفلات الأجساد نعفية طب الحق فسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد أنت عادنا بخلاص يا رب رحمة Remember the Lord our Father and Brother and our Traveling For our fathers and our brethren who are traveling, and those who intend to travel anywhere, straight in all their ways, whether by sea, rivers, lakes, roads, air, or those who are traveling by any other means,
Like ours, our God, and bring them back to their own homes in peace. And forgive us our sins. Lord, have mercy. الذين مرصف في كل مكان صرتك مجمعين كنا في البحر انهار وبحارات وجو سلكهم كلنا وكل أحد كل موضع ضم نزلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا التي في هذا العمر فضها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلا الانقطاع يا رب رحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى وعلى الأرض سلامة في الناس المصرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أي رب المالك على السماوات الله الأب ضابط الكل والرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الأب رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الأب أمين أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى أبد الأبد أمين منذ الليل رحت بكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور على الأرض كنت أتلو في تركك لأنك صرت لي معينا بكرا تسمع صوتي بالغضائك فمامك وتران قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسموات ارحمنا مجد الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدات دور أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشف من أجل اسمك القدوس أبانا وأخذنا الذين ركضوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا من هو بلا خطية يا رب عنا واقبل طلبتنا إليك لأن لك المجد والعزة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة مجد الأبد آمين خيم بخريستوس يسوس بن شوي سامين الليلويا شيريني تنتي وروسي سوى بسمينو تنبرسينو سنسيون فينتي مسنو تسموفن بخريستوس كان يوين تابروسي في شيرا بشيري من رين تفكنو بنا نيفو شيريسي تسميسي نانين بيوين انطاف مي بخريستوس بنوتي تيبرسينو سوى يوم شو سريعون تمسيش تفكن نوفينا نيفول تيبر سينوس مريم تيسوتو كوسس أوب تيبروس تيتي سيتنو تنتيب جيروس تي مترومي أبرز بفينا ريعون نهرم بخلصات في تغرف بس تفرين متنان بكوفن تين نوفي شيرن أو تيبر سينوس تي أورو إمين ألي سيني شرب شو شون تيبن جنو ساري إنكفو نانين إمانوئيل تنتي هو ربن مبو تيبروس تاتي سيتنو هونت نارم بن شويسز بخرستوس تفكانن نوبينا نيبو تينستيانم بشليل سؤو ببسوت ننفسي شي بيطوفو نمتي مسمي انسؤو بشفرانوف ايم افنوتي السم هو الذي رفع موسى على الجبل حتى أخذ لنا الناموس من قبل الرب الإله تينستيانم بشليل إن إلياس إبشو يدفي وهصنوه من دانيل إيفو الخنف لكو سني موي ربنا يسوع المسيح صمعنا 40 يوماً و40 ليلة حتى خلصنا من خطايانا آنون هن مارن إرنستيفين خين أوتوفو نمو مسمي وهن تنير بروسيف شستي إن أوشيفو لنجو إمو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأب أونية سومارية صافي أوهن سمني تماهس نوتي نسكيني بيئو بنفماتيكو شنون ببشالين كسارو سيئتا سمتخم بنكا هي أوهزويني نانفول وكربوس تبي ابن فما مبارك ليتم في طفي جن بشيره جن مون تبي يرداني اسكاتب تبو سنوئي شرم بغار تيم مبنساساس هي شنو بنان انتي هيرين تبنو تي
سيتا شو بشني رومي انسو هيوت هل بيست تشروم بمشال نو اي تي اري اني ام بي ناينا اري فاي خروف خنتي نجي ايت فاي بيس بي مي سي اب الخين بيوت اب مصفينا نبول انخيتي اب اربنجين او سن رمه فنقول هذا من قلبنا اولا وبعد ذلك بلساننا ايضا صرخينا قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا شيريني وتي برسينوس تيورو امينا ليسيني شيرب شوشنتي بنجينو ساريك فنانين امانوئي انتي هو عربن مبوتي ابروس تاتي سيتنو هدنا رمبن شويسز بخريستوس انت فكانين نوبينا نيبو مارينو هو سنتنتي اون تنوش تنتريسيس اواب اتو ينو موثيوس اسميني بلشايني اشفا في يا رئيس ملائكة طاهر مخيل رئيس السمائين ليغفر لنا خطايانا ونيت خنوم اسمي بنيوتس وبنزيكيوس أفا مسائل بيانا خوريتيس بمن ريت انت بخريستوس اطلب من الرب عنا يا بنا القديس البرام بمسائل السائح يغفر لنا خطايانا شو بينسو إرسوم سيقون خنمت شو سي طاركين خيتو وتنشس النبتر انت سي أوتوكو ستوين بارسينو سنسيوني بي ماتيهم بطارمس بنسو تيرنا غصوص تفولين خيسي بالهارون تفسمنين انت بهيريني شيريني وتي بارسينو ستيورو امينا ليسيني شيرب شو شو انت بنجينو ساريك فنانين امانوئي نسألك ان تسكو ورينا يتوشى في المؤتمنة من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا تنشيس من عظمك ومن نور الحقيقة ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكلي الشهادات للصديقين سبت الكنائس غفران خطايا نبشر بثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية نعترف مع معمودية وحل المفخدة وننتظر قيامة الموت المحيي تنجوش تيفول خاتين تيوناستاسيس انتيني ريف موت نبيون خنتي بيون اسنيو امين اسنو تينا هاينان ثين شونا يهيرون شنت خارون امين واسمعنا امين وباركنا امين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين من نبوات يوم الجمعه من الاسبوع الاول من الصوم المقدس بركته علينا امين سفر التثنيه لموسى النبي بركته المقدسه تكون معنا امين فاسمع يا إسرائيل واحترز للعمل الذي تعمل كل ليكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أباك في أرض تفيض لبنا وعسلا فاسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلب ومن كل نفس ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وخصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم أربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأباك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة ولم تحفرها وكروم
وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت، فاحترز ألا تنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، أن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لألا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسا. احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصيكم أوصاكم بها، واعمل الصالح والحسن في عيني الرب، ويكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف لها الرب لأبائك أن يفني جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب. إذا سألك ابنك غدا ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا، تقول لابنك: كنا عبيدا لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا، وأخرجنا من هناك ليأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لأبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم، وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا التي نعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها تمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ابنتك، لا تعطي ابن لابنه وابنته لا تأخذ من لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم وأهلكم سريعا. ولكن هذه تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون صواريهم وتحرقون تمثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع شعوب الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب. التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بك، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان الذين يحبون ويحفظون وصاياه لألف جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم لأهلكم لا يهمل من يبغضه بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها، ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظونها وتعملونها يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاق بقرك وأناث غنمك من على الأرض التي أقسم لأبائك أنه يعطيك إياها. مباركا تكون فوق جميع الشعوب، لا يكون عقيما ولا عاقر فيك ولا في بهائمك، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها، لا يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك، وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم ولا تعبد آلهتهم لأن ذلك شرك لك. إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكثر مني، كيف أقدر أن أطردهم؟ فلا تخف منهم، اذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وجميع المصريين، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك، والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك. هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف من وجهها، والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك. لا ترهب وجههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف، ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا. لا تستطيع أن تفنيهم سريعا، لا تكثر عليك وحوش البرية، وادفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء
لا خف إنسان في وجهك حتى تفنيهم، وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار، وتشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به، لأنه ركس من عند الرب. ولا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما منه مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. مجد القدوس إلهنا إلى أبد الأبدين كلها أمين. سفر أشعياء النبي بركته المقدسة تكون معنا أمين. فأنه وذا السيد رب الجنود يزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية. واجعل صبيانا بالرقية، واجعل صبيانا رؤساء لهم، وأطفالا تتسلط عليهم ويظلم الشعب بعضهم بعضا، والرجل صاحبه ويتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون غاضب عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لألا تجعلوني رئيس الشعب، لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لأن لسانهما وفعلهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده. نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيئتهم، كسدوهم لا يخفونها، ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر الأفعالهم، ويل للشرير شر لأن مجازات يديه تعمل به. شعبي ظالموه، أولاد ونساء سلطنا عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. قد انتصب الرب للمخاصمة، هو قام لدينونة الشعوب، الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤساهم. وأنتم قد أكلتم الكرم وسلب البائس في بيوتكم، مجد الثالوث القدوس إلهنا إلى أبد الآبدين آمين. ونثمر فيها 160 و 30 بالمسيح يسوع ربنا. صلوا من أجل الأحياء يا رب وراحة. Lord, the sick of your people, you have visited them with mercies and compassion. Heal them. Pray for the sick, Lord, have mercy. قل يا رب أبانا أخوات المسافرين وضعهم لأوطانهم بسلام وعافية. صلوا من أجل المسافرين يا رب وراحة. صلوا من أجل هواء الصالح وثمار الأرض يا رب ورحم. Remember all the waters of the river, let them raise them to their measure according to your grace. Pray for the rising of the water of the river according to their measures, Lord have mercy. يا رب زروع العشب ونبات الحقل باركة. صلوا من أجل أمطار الصالحة ومزروعات الأرض يا رب ورحم. Have mercy upon us, O God, the Father, Pentecostor. Let us bow our knees. Have mercy upon us, O God, our Savior. Let us stand, let us bow our knees. Have mercy upon us, O God, and have mercy upon us. يا رب خلاص الناس والبهائم. صلوا من أجل نجاة الناس والدواب يا رب وراحة. Remember, O Lord, the salvation of this world place and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of this city of ours, Lord, have mercy. يا رب عبدك رئيس أرضنا احفظه بسلام وعدل ومقدرة. صلوا من أجل ملوكنا محب المسيح يا رب وراحة. نحني ركبنا. ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل. نقف نحني ركبنا. ارحمنا يا الله مخلصنا. ثم نقف ونحني ركبنا. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. يا رب المسبيين نجيهم جميعا. صلوا من أجل المسبيين يا رب وراحة. Remember, O Lord, our father and brother who have fallen asleep and repose in the faith. Orthodox faith repose all their souls. Pray for those who are fallen asleep, Lord, have mercy. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم لأجر السماء. صلوا من أجل صعد وقرابين يا رب ورحم. لنومين تغناطة. نحن نفنوت فيوت ببن تكراتور. أنستو منك لنومين تغناطة. نحن نفنوت ببن سوتير. يا رب المضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم. صلوا من أجل المتضايقين يا رب ورحم. Lord, the catechumens of your people that have been instructed
have mercy upon the pray for the catechumens, Lord have mercy. ثبتهم في الإيمان بك كل بقية عبات الأوثان انزحم قلوبهم ناموس أخافك وصاياك عقوبك أمرك المقدس ثبتها في قلوبهم أعطيهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظ به في الزمن المحدد فالاستحق حميم ميلاد الجديد لأفرغ خطاياهم ساعدهم هيكلا لروحك القدس صلوا جميعا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب Jesus Christ, our God, who said to us, saintly, honored beside the holy apostles, men, prophets, and righteous men, have desired to see the things which we see and have not seen them, and to hear the things which we hear and have not heard them, but bless your eyes for the see, and your ears for the hear, may worthy to hear and to act according to the holy gospels. Through the prayers your sins. Lord have mercy. Sayyidina, كل الذين عصونا مرونا أذكرهم في سؤالاتنا طلباتنا فحلك أيها الرب له الذين سبقوا فرخضوا يا رب نحن مرضى اشفيهم لأنك انت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاؤنا كلنا اشفانا كلنا وقيامتنا كل الليلويا أعظمك يا رب لأنك نجلتني ولم تشمت بأعدائي يا ربي إلهي استغثت بك فشفيتني هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وكان في إحدى المدن فإذ رجل مملوء برصا فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمسه قائلا أريد فأطهر وللوقت ذهب عنه البرص فأوصاه ألا يقول لأحد بل امضي واري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم فذاع الخبر عنهم أكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي والمجد لله دائما جيبني وتتخني في قوة مرفتو بوينجي بكران مارسين جيتك متور وجيفك ببيوشاني إني جيفز مروت انجي بيوتني مشيرين أمباب نبما سوى بتترياس انجيك بولتن عشت مستنتيون أبانا الذي في السماوات أور فادر فوارت انهيفد هلوك بيزا إنهم سكنهم كم زال بدنا نرسل تتم كفاسة تيار دبر دفع غرفة صارت السباسة أزو في الجوز جوز السباسة كان استسلم دس من تويش شمبر دبر سك كفاسة الورز من كم زبارة سكروف وربين خم بخرستو سيسوس بن شوي سكيف الله سيمون تكوري وكليناتي لو بين سو كيري روز كم ينثي متبو وامي إيرنا باسي كتب نبواتي سو أيها السيد رب العزب الوحيد كلمة الأب الذي قطع قرب تطغطان من قبل الألام المخلص المحيي الذين في كهوت المقدسين ورسل أطهار مكرمين قال برق قدس من غفرتم لهم طيب غفرة مسكتم معهم سكة أنت الآن يسير بمرس فطال قداس كل زمان يغفر وقتار ضوح لكل بطار الظلم الآن أسلو مصرح البشر عبيد أخوتي وضعفي أولان محنين بلس مرد القدوس رزقنا رحمتك وقتا وكل بطار تخطايان كنا أخطانا لك بعلم وبرعلم كاسع القلب القول فكرة القلب فانسر بالعرف ضح البشر
كسر البشر انعم لنا وفنا اخطائنا باركنا طهرنا حالنا قم انتظر امين مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين الليلو يازوك سابتريكي يوكي اجيوم نيفماتي كينكي كيستوس ايون استونيون رامين تنوشي فولنجو يمزجيو بن شويس يسوس بخريستوس جيفي طفقر نستيبي نيري يقول نهمن اوني مهمن قول شاين تفسوت نخن النوفي سوتي مونوون اينان كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوغي سون امين سمويرو سمويرو استيمي تانيا كوني يقول قنبي اسمو كريستوس بنوتي امين اسيشو يا ملك السلام اعطينا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا اخطاك الملك القوة والمجد والبرك لأعزة امين جعلنا مستحقين اقول ابشك ابانا الذي في السماوات our father who art in heaven حبة الله الابن الحيدر من ابلاه مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية القدس تكون مع جميعكم تنقوش تيم في يوم انت ابي ينام بفشي شو سنان تسبيحة وصلاة الساعة الثالثة من النهار وبار قدمها المسيح ملكنا لعلكم يغفر لنا أخطائنا من زمير ترأتيل معلمنا داود الناب والملك بركات وعلينا مين ثيرد أور صفحة 133 one third three دوكساسيوس فصل مبارك إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير بركات علينا من reading from the Holy Gospel according to Saint John may his blessing be with us all amen متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن ليعلم العالم أن يحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر ينقيه
لياتي بصبر اكثر وانتم من قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. والمجد لله مبديا امين. لكم الله بسلام نسال لك المسلم مع بيك الصالح روح القدس انك اتيت وخلصتنا روح القدس يا رب الذي ارسلت رتلمذ القديسين وسن الكرمين الساعه الثالثه هذا لا تنزح منا الصالح لكن جديد في احشائنا قلب نقي في الله روح مسخين جديد في احشائي تروح المقدام واقعك روح قدوس تنزح مني سامتريكي وكي أقبني بماتي قلوس in down your Holy Spirit upon your Holy Disciples and you who are honored of some third hour do not take him away from us good one but we ask you to run home within us O Lord Jesus Christ Son of God the word right and life giving spirit a spirit of prophecy and justice spirit of holiness righteousness and the authority of the Almighty One For you are the light of our souls, who give light to every man that comes in the world. Have mercy on us. Keni kioi kesosi unastoni unami. Yawatilakum ahqi alhaqani alhamna aqud alhayah nasalik atal mamlu'a ni'ma. Ma'arusum nagla khalas nufusna barak rabbilana barak rabbim yub. Hayya tariqana hu ila khalasina. Keni kioi kesosi unastoni unami. Yawatilik samayal mu'azir ruhu alhaqid alhadir alhadir fi kulli makana makidda salatu wa matalhayah. اللهم تفضل وحل فينا وتهنا من كل درس والسلام وخلص نفوسنا جب سابتريكي يوكي أقب نظماتي كما كنت مع تلاميذك ونخلص وعطاهم السلام هلوم أدنكم منعن من السلام وخلصنا ونك نفوسنا كينيكي أيكي استوسيون استونيون رامي إذا ما وقفنا فيك لك المقدس أحسبك الكيام في السماء يا ولدي ذلك أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة أسألك يا حمل الله يحمل خط العالم كلها اسمعنا ورحمنا Creation, Creation, مية تلاتة وأربعين التحليل إلى كل رفات رب كل أعزاء 143 the absolution of God of all compassion Lord of all comfort شويس أنا نايم شويس أنا بشويس أنا أنت أسبعت صلاة الساعة السادسة للنهار بارك مقدمها المسيح من البنية في الأنختان مزامير التلاتين معلمنا داود النبو الملك بركاته علينا أمين 6th hour يحدث 71 دوكساسيوس فصل مبارك جيل مع ابن مريم البشير بركاته علينا مين reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew may his blessing be with us all amen and seeing the multitudes he went up on a mountain and when he was seated his disciples came to him and he opened his mouth and taught them saying blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven blessed are those who mourn for they shall be comforted Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. The city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. And glory be to God forever. Amen. May the essence of God be fulfilled in peace through Christos, whom cure to Nath, Osmath, Web, J.A.K.X. Munainan, Yamathliam, Sad Sasa, Sumertal Salib, من أجل اختيار تجرى عليها بنادى فردوس مزق سقط المسلان خلصنا نصرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاته ولا ترفض الباطل تفتل اسمعنا عشر وباك لوقت الضوء كلامي يقولوا فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلايا Oh Jesus Christ our God who was nailed to the cross in the sixth hour and killed sin by the tree and by your death you made other men who created you with your own hands and had died in sin But to death our pains by your healing and life-giving passions and by the nail which were nailed. Rescue our minds from thoughtlessness of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of your commandments according to compassion. كثيرة شفاعة قوية مقبول عند بخلصنا أم الطاهرة لا ترفض الخطام شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحم قادر خلاصنا تألم لأجل إنك ينقذنا أفتركنا رفعتك سعرت مسكننا جدا أن الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وأخفلنا أختار مجد اسم القدوس كينيك يا رأيك استوسيون استونيون آمين صنعت خلاص أنفصل الأرض كلها المسيح لأن وسط هديك تراتين عرض السريفة لذا كلهم تصرخ قائل المجد لك يا رب زوك سابت ريك يوكي أجيب نفماتي We worship you and corrupt the person all good one asking for the forgiveness of our sins O Christ our God for If your will you were blessed to be lifted up onto the cross to deliver those whom you created from the bench of the enemy, we cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you come to help the world. Lord, glory be to you. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأنه من قلب الصليب ابنك هبطت الجحيم وبطل الموت. وموتهم كنا في نهاد نستحق الحياة بدي قولنا نعمل فردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير مات المسيح إلهنا We ask Ola Mugad to take away the sins of the world to hear us and have mercy on us رحمتك يا رب ليس خطأنا مجعلنا مستعقبين أقول لك شكر أبانا الذي في السماوات Our Father who art in heaven مية اتنين وتمانين التحليل 182 The Absolution نشكرك منك لضاء بالكل We thank you our King شوي سنان تسبيعة صلاة الساعة التاسعة من النهار البار قدمها المسيح من كل ونرجوني أفلان أختار مزامير تراتي المعلمنا داود النبي الملك بركات علينا أمين 9th hour
صفحة 208 ايرثوكساسيوس فصل مبارك انجيل معلمنا مريلوخا البشير بركاته علينا امين. The reading from the gospel according to Saint Luke, may his blessing be with us all. Amen. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذهم معه وخلق على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وقاطعوا وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه 12 وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع قفر. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا اكثر من 5 خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري اطعمه لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه يتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكؤوا مجمعين. فاخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وباركها وقسمها واعطى التلميذ يضعه امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 كفه المندوقه. والمجد لله وابدين امين. لكم الله بسلام. نسكن المسلان مع بيت الصالح روح القدس انك اتيت وخلصتنا من ذاق الموت والجسد وقت الساعه 9 من اجلنا نحن الخطاه. أمد حواسنا جسمنا المسلان ونجنها فليتنا وتوسلي قدامك يا رب. قولك فهمني تدخط البطرة حضر كلمتك حنيه. سبت ليك يوكي أجب نفواتي. You commanded the spirit in the hands of the Father as you hung on the cross in the ninth hour and God the thief who was crucified with you into entering the paradise. Do not neglect me, O good one, nor reject me, I the lost one, but sanctify my soul and enlighten my understanding. Allow me to be partaker of the grace of your life-giving mysteries that when I taste of your benevolences, I offer you praise without lukewarmness, longing for your splendor above all things, O Christ our Lord, and deliver us. Emmanuel, التنبتول من أجلنا واحتملت الصلبة الصالح واخترت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله الذين قبلتهم بيديك إذ محبتك للبشر يا الصالح. اقبل من نورتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص الشعب المتواضع نتركنا انقضاء سلم من الدهر وتنقطع عرضك وتنزع عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك يا أخو إسرائيل القديس. كينيك يا إيك استوسيون استونيون آمين. لما أبصر الله إسرائيل إسحاق صلي ما الله كان قال لولا أن مصلوب معنا إلا متجسد ما كان الشمس أخفت شعر الأرض ما جت مرتعدة لكن يا القدر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. سبت ليك إيوك يا قبل نفواتي. يا من قبل إليه أطراف الصلاة الصليب اقبلنا إليك صالح نحن المستقبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا ما هم أطرفين بألوهيتك ونا صرخ معه جميعا نذكرنا يا رب ما تجد في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والرعي مخلص العام على الصليب معلقا قالت ويا باك يا من العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشاء فتلتعب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صبرنا عليه من أجل كل ابني وإلهي. We ask who lamb God who takes away the sins of the whole world hear us and have mercy on us. Creation, رحمتك يا رب ليس خطأنا مجرد ساقينا أقول لك شكرا أبانا الذي في السماوات Our Father who art in heaven. صفحة 220 تحليل التاسعة يا الله الآب أبو ربنا والأهل مخلصنا أسوع المسيح 220 The absolution of God Father, Father, O Lord and Savior Jesus Christ. شويسنا نايم شويسنا بشويسنا نايم تسبحتي وصلتي الغروب والنوم
قدمها المسيح ملكنا والكل اختانا من زمير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا مين whispers and compliant prayers. صفحة 243 لوكساسيوس فصل مبارك من جيل معلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا امين 243 reading from the Holy Gospel according to Saint Luke may his blessing be with us all amen. And he rose out of the synagogue and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever, and they requested him concerning her. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and served them. When the sun was setting, all those who had any sickness with diverse diseases brought them unto him. And he laid his hands on every one of them and healed them. And devils also came out of many, crying out and saying, You are Christ, the Son of God. And he, rebuking them, did not allow him to speak, for they knew he was Christ. And glory be to God forever. Amen. May the sins of God be fulfilled in peace. And spirit souls, you are in the earth, O the Siddiq, the فأنا ظهرنا الخاط كل النهار وحر ما احتمل ضعف بشريتي لكن أنت الله رحم سبني مع أصحاب سال 11 هذا من أثاب حب لبي وخطأ ولد أمي فما أكسرنا نظر على السماء لكن نأتك الأغنى رحمتك ومحبتك البشرية طريق قلب ما اغفلنا الخاط وارحمني سين أو سيفير تو أوبن تو مي ذا فاذر ليبوزيزمز فور أي ويستد ماي لايف إن بليجرز أند لاس أند ذا داي هاز باسد باي مي أند فانيشد Therefore, now I rely on the richness of your never-ending compassion. So then do not forsake your submissive heart, which is in need of your mercy. For unto you I cry, O Lord, humbly, Father, I have sinned against heaven, and before you I am no longer worthy to be called your son. So make me as one of your higher servants. Amen.
وإياك أدعو عن سعدين لألا أخزى وعنده فرغت نفسي من جسدي أحضري عندي مؤامرة الأعداء هزمي والأبواب جحيم أغلق لألا ابتلعوا نفسي عروسا بالعين من الخطر الحقيقي صفحة 88 88 قدوس الله قدوس القوي هولي جاد هولي مات الأمور يا رب ارحم برحم بارك من جعلنا مستحقين اقول لك شكر ابانا الذي في السماوات our father who art in heaven السلام لك نسال القديس المبتلى مجدا عذرا كل حين هيل تو يو اسك يو سنت فور جلوري ميتين وخمسين تحليل للنوم الغروب تشكرك ملك المتحنن 250 the absolution we thank you our compassionate king ساسيوس فصل مبارك إنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركات وعلينا أمين reading from the Holy Gospel according to Saint Luke may his blessing be with us all Amen. وإذا إنسان كان بورشليم اسمع سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاني المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع نوعاً كما يجب في الناموس حملها سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلاً الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعتدته من جميع الشعوب نوراً تجلى الأمم ومجد لشعبك إسرائيل والمجد الله مبدياً أمين لكم كل الله بسلام نذكر لك المسلح المعبيك الصالح روح قدس أنك أتيت وخلصتنا وذنا عتيد أن أخبر مبدأ العاد المروبة المرتعب من كثرة ذنوبي العمر مقضي في الملاهي يستوجب الدانون لكن توبي نفسي ما دمت في أرض الساكلة أن ترى في الخبل وليس النوت ما أذكر ولا في الجحيم أن أشكر بأن هذا من القادر كسر من الضراع المخلص بالتوبة قائلة اللهم أرحمني وخلصني سابت ريكا يوكا أجب نماتي If we here everlasting in this world ever existing you would have an excuse oh my soul but if you who wicked deeds and ugly evils were exposed before the judge What answer would you give while you are lying on the bed of sins, negligent in disabling the flesh of Christ our God before your awesome seat of judgment? I am terrified and before your council of judgment, I submit from the light of your divine readiness. I tremble at the wretched and defiled who lies on my bed, negligent in my life, but I take example of the publican beating my chest and saying, O God, forgive me and have mercy on me, sinner. Graciously accord, O Lord, to keep us this night without sin. مبارك أنت يا رب إله أبانا ومتزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين فلتكن رحمتك علينا رب كما استكلنا عليك لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعمهم في حينهم اسمعنا يا الله مخلصنا هي رجاء أكثر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائما للأبد أعمل يدك يا رب لا ترفضها لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن روح القدس الكامل منذ البدء إلى الأبد أمين جيد هو الأطراف للرب والترتيل اسمك أيها العلي أن يخبب برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل
صفحة 92 92. We exalt you, the mother of the Lord. نعظمك يا ابن الروح الحقيقي. وإن مجدك العذراء القديسة ولدة الإله لأنك ولدت لما خلص عامتها وخلص نفوسنا. مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل شهادات للصديقين ثبت الكنائس وغفران الخطايا. نبشر بثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الأب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، سولا في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في المسلسل كما في كتب، صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة المغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي آمين. أسألك يا حمل الله يا حمل خط العالم كلها، اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون 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 قدوس 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 هولي 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 لورد فورس اسم الأرض مملوءة مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب لك وكن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر اصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أنا مستعقين أقول بشكر أبانا الذي في السماوات Father of Art in Heaven. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة مجد للأبد. Oh.
الكرام المجد الفرد القدوس الابن القدوس سلام بنيان كنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسوله امين remember all those who have brought unto you these gifts and those on whose behalf they have been brought and those by whom they have been brought give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them, Lord have mercy. Hallelujah, إخوان شابي ما إن إرشو أشنتف نوتي نهرين بهو إم في نوتي في إطافتي إم بأنو في إنت طامت ألو تينا أونينا كي بول في نوتي بنوتي خن أوكي سارا أري إف مبب شويس دافيد نمت إف مترم رابشي ترسلي مبارك الروح القدس المعازي آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين. مبارك الرب لله إلى الأبد آمين. يا جميع الأمم بارك الرب ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين. هللويا. زوك سبتري كيو كي أجيب نظماتي كنين كيوي كيستوسيون أستونيون أمين. هللويا. عبدالله كل رب وإلهنا كني ألاي يسوع رب الإله طاب الكل عبد ربنا وإلهنا مخلصا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عبدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يا رب رحم. Therefore we ask and treat your goodness, O Lord of mankind, grant us complete this holy day and all the days of our life in all peace with you, all fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counts of wicked men, and the rising up of enemies and manifesting them away from us, from all your people, from this table, from this holy plate that's yours, but all things which are good and profitable to provide for us, for it is you who have given us the authority to tread on serpents, scorpions, on all the power of the enemy. So it is amen. Keto ابن ماتي إيسو نفس انتي خنيتو او اثواب ابشوي سيميني بلي انتي سيون ايهو تيني ما انشو بيتيرون تيكوب أفسا جذبي تنهاني في أوي إفطايوت تيفاكي أنت إفنوتي الليلويا
سيون تي مفناغوز جي أورومي نم أورومي أفشو بي إنخيت أوهن ثوب بيت تشوسي أفهي سنتي أموز شائني الليلويا عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الشمامس الدياكن والبزياكن والشمامس وكليروس كل الشعب ضعف أنكم محالين في مثلث قدوس الأبناء القدس فمن كنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول ينفوه الثعش رسول مناظر الانجيلي مرقس الرسول الطار والشهيد الشهيد البطريق القديس أوريس مانونس قورس قديس أفرس رسولي والقديس بطسرائيس كان وخاتم شهداء القديس وحندا بالفهم القديس كيريلوس والقديس باسيلوس قديس أوروريس من أفوه 318 مجتمع بين إخوة المال 50 قسطنطينية 200 بأفس فهم رئيس كهنتنا الباب معظم الأنبا تودور الثاني وشيف الخدمة الرسولية ابن سقو مكرم الأنبا بيتر فهم حقرتي لأنه بارك من لهم مجلس من التدور أمين رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية بركتها المقدسة تكون معنا أمين ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعم المعطاة لنا أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم ففي التعليم أم الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور المحبة فلتكن بلا رياء
كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبركاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. نعمة الله الآب تحل على جميعنا. أبي أخوتي أمين. The Catholic Epistle from the third epistle of our teacher, St. John. May his holy blessings be with us all. Amen. The elder to who the beloved Gaius, who I love in truth. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. For I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth that is in you. Just as you walk in the truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, you do faithfully whatever you do for the brethren and for strangers who have borne witness of your love before the church. If you send them forward on their journey in a manner worthy of God, you will do well, because they went forth for his name's sake, taking nothing from the Gentiles. We therefore ought to receive such that we may become fellow workers for the truth. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us. Therefore, if I come, I will call to mind his deeds, which he does, prating against us with malicious words, and not content with that, he himself does not receive the brethren, and forbids those who wish to, putting them out of the church. Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Demetrius has a good testimony from all and from the truth itself. And we also bear witness, and you know that our testimony is true. I had many things to write, but I do not wish to write to you with pen and ink, but I hope to see you shortly, and we shall speak face to face. Peace to you. Our friends greet you. Greet the friends by name. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away in its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. Shari evno ti oh 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 chelil nem bi estoyen te be Ekesma
البركسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار الحورين مشمولين بنعمة روح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم ومعي يا أبا وأختي أمين. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة الساعة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم الرب يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوسب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت، فبعت الله مقدسة للأبد آمين. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. أعلم يا أخواتي أن هذا اليوم هو اليوم السادس من شهر برمهات المبارك، أحسن الله استقباله وعدوا علينا جميعا، ونحن متمتعين بدوة منان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبر مرحمة الرب يا أخواتي آمين. استشهاد القديس إسقور في زمان العرب ونحن قديس أودوثوس الإسقوف المعترف. في مثل هذا اليوم استشهد القديس إسقورس، ولد هذا القديس في مدينة اسكندرية من أبوين مسيحيين، وقد حدث له أن ترك الإيمان المسيحي ودخل في ديانة العرب. فلما سمعت به أخته حزنت عظيما وأرسلت له رسالة من الفيوم تقول: لقد كنت أشتهي أن أسمع خبر موتك وأنت مسيحي، ولا أسمع خبر حياتك وأنت بعيد عن السيد المسيح إلهك. فتأثر من رسالتها وبكى وقام ورشم على وجهه علامة الصليب وشد على وسطه بزنار وقام ومشى في شوارع المدينة. فلما رأاه الناس هكذا أمسكوه وسلموه للوالي. سأله الوالي عن ذلك فأجاب القديس قائلا: إني ولدت مسيحيا وأموت مسيحيا ولا أعرف غير هذا. فضربه الوالي كثيرا ثم حبسه، ولما لم يقدر عليه أمر بحرقه فحرقوه خارج المدينة، ونال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تاريخ القديس أودوتوس الأسقف المعترف. كان هذا القديس أسقفا على مدينة كورنثوس التي في جزيرة قبرص. اعترف بالسيد المسيح أمام الوالي يوليوس أيام الإمبراطور دقلديانوس، وطلب منه الوالي أن ينكر إيمانه بالسيد المسيح ويقدم بخور الأصنام، فرفض فأمر بتعذيبه بالجلد وتمشيط جلسته بأمشاط حديدية، ثم وضعه في السجن إلى أن تملك الإمبراطور قسطنطين البار، فأطلقه مع جملة القديسين المحبوسين وعاد لكرسيه وداوم على رعاية شعبه الذي اؤتمن عليه من قبل السيد المسيح. وبعد أن أكمل جهاده الحسن تريح بسلام بركة صلاته فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا آمين. أجيوس أوثيوس أجيوس شيروس أجيوس أثاناتوس أكبر ثينو جنتيس إليسو نيمس أجيوس أوثيوس أجيوس شيروس أجيوس أثاناتوس ستابروتيس ديمت إليسو نيمس أجيوس ο Θεός Άγιος Εσχέρος Άγιος Αθάνατος ο Αναστάς εκ των νεκρών και εν ελσόν Ιεστός ουρανού ελέησον ημέν δόξε πετρικέιο και Άγιο πνεύματι και νυν και αΐν Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν αγιατρίας ελέησον ημέν. Και το πνεύμα της ο
Master, Lord Jesus Christ, our God, who said to saintly honored disciples, holy apostles, many prophets and righteous men, have deserted the things which we see and have not seen them, and to hear the things which we hear and have not heard them, but bless your eyes for the see, and your ears for the hear, may worthy to hear and to act according to the Gospels, through the prayers your sins. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. يا سيدنا كل الذين عصونا مرونا أذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا فحلك أيها الرب وله الذين سوقوا فرخ يا رب نحن مرضاش فيهم لأنك انت وحياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا من مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جمعنا أمين أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر كل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديق قردني ثلاثة أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش لا أقدر أن أقوم وأعطيك أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطي لكون صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرأ يفتح له والمجد لله دائما. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هذا اليوم أيها الأحباء الجمعة من الأسبوع الأول من الصوم الكبير وزي ما عارفين الأسبوع الصوم 8 أسابيع ورقم 8 رمز الحياة الجديدة والقيامة هي الحياة الجديدة وناخد مفاعيل القيامة
الصلب والقيامة في أسرار الكنيسة، وأن قراءات الكنيسة مرتبنا قراءات جميلة بإرشاد الروح القدس، والنهاردة القراءات بتتكلم عن الاتكال على ربنا. فأول نبوة بتكلم من أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظونها وتعملونها. يعني الإنسان اللي بيسمع وصية ربنا بيتكل على ربنا. والنبوة الثانية العكس بقى، اللي ما بيسمعش الوصية ينزع السند والركن اللي بيتكل عليه. فدي النبوة الثانية. أما الإنجيل الباكر النهاردة اللي تقرأ، شفاء المخلص للمرضى من الخطية، المؤمنين المتجين إليه، والبولس اللي متكل على ربنا يغلب الشر بالخير، والكاثوليكون لا تتمثل بالشر بل بالخير، والإبراكسيس برضو الاتكال على الله ليس لي فضة ولا ذهب زي ما سمعنا في الإبراكسيس اللي هو سفر أعمال الرسل. أما إنجيل القداس فبيتكلم لنا اللي بيتكل على ربنا دايما بيصلي له، عشان كده السيد المسيح له المجد تجسد، أخذ جسد زينا كامل، ما عدا له نفس الطبيعة البشرية ما عدا الخطية. وبما أنه إنسان كامل بيعلمنا الصلاة، وبما أنه إنسان كامل هو لا يحتاج للصلاة، بس هو النموذج لينا، هو النائب البشرية، وعشان كده بيقدم لنا النموذج الحقيقي للإنسان اللي بيصلي ويلتجأ لربنا. وبما أن الصلاة اللي شافوها التلاميذ في السيد المسيح شدتهم، مش زي الصلوات اللي هي الفريسية والصلوات التقليدية، ولكن شافوا في الصلاة فقالوا له يا رب علمنا أن نصلي. قال له واحد من التلاميذ، قال يا رب علمنا أن نصلي، فأداهم الصلاة اللي احنا كلنا بنحفظها وبيصلوا بيها أبائنا من أول، وهي صلاة أبانا الذي في السماوات. وبعدين بعد ما أتكلم فأداهم مثل، قال صديق اللي بيجي في نص الليل، أو صديق نصف الليل. نصف الليل تعني في وقت الضيقة، ونصف الليل أيضا تعني أن حالة الكسل أو الفتور أو الخطية أو الابتعاد عن ربنا في الوقت الذي لا يتوقعه الإنسان. وبيجي الصديق في نصف الليل، فنخلي بالنا يبقى في يقظة روحية. لمين بقى نروح في نص الليل أو في وقت الضيقة أو في وقت العوز أو الاحتياج؟ لمين نروح؟ إلى صديقنا. فصديقنا هو أبونا السماوي، مش أب بس، ده أبونا كلنا، أبونا السماوي وهو الصديق. وعشان كده بيقول اختار الصديق قبل الطريق، يعني هو اللي يرافقك في كل طريق حياتك. وكانت النتيجة، قال بيطلب من صديقه اخرجني ثلاثة أرغفة. اشمعنى الثلاث أرغفة دول؟ بيرمزوا للثالوث، لأنه هو المشبع للثلاث حاجات، نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. فهو عنده الشبع الحقيقي، ما فيش غيره، هو اللي بيشبع أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا. وبينتهي بأني اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ودية الصلاة، اسألوا اطلبوا اقرعوا. فنمرة واحد السؤال، دي الخطوة الأولى اللي بيبحث عن ربنا أو يطلب معرفة ربنا بيسأله. اسأل ربنا دايما، اتكلم معها دايما، وده السؤال الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ايه الطريق أو يعني الكيفية اللي بيطلب، يعني بيسأل عنها الإنسان، ايه الكيفية اللي بيعرف بيها الطريق اللي ماشي فيه، أو كيف يسلك هذا الطريق؟ هو عشان كده بيقول اطلبوا الطلبة الدائمة، يا رب عرفنا الطريق، ارشدني للطريق، دبره لي. والخطوة الثالثة هي فضيلة الطرق، طرق الباب. والطرق ده بيتم بإيه؟ بالإيد. والإيد يعني إيه؟ العمل الصالح. عشان كده بيقول لنا مهما سألتم من الآب، مهما سألنا ننال منه، لأننا نصنع مشيئته أو نصنع كل الأعمال الصالحة ديت. عشان كده مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. يبقى الثلاث حاجات دول، السؤال هو الصلاة الحارة، والطلبة هي
يا رب عرفنا الطريق وارشدنا ليه، واخيرا هو اللجاجة، وبيقين ان الانسان متيقن ان ربنا هيديله في الوقت في الوقت الصالح اللي بيشوفه ربنا. بركة هذا اليوم تكون معنا. In the name of Father, Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Today, my beloved, the readings, all the readings speaking about relying on God. And today, the Friday of the first week of the Lent, as you know, the Lent, 8 weeks fasting, as you know. And then, the apostle saw the Lord Jesus Christ praying. And this is not normal prayer. This is fervent prayer because he is our representative and he's our took our nature the same except sin. He incarnated and became man like us, giving us the role model of the man, or the role model of the human being, as you know. And that's why when the apostles saw that the Lord Jesus Christ praying, they asked him, teach us to pray. This is not just a prayer, and this gives us an idea how spiritual the prayer and how to pray. But the Lord mentioned to them, ask, seek, knock. Ask, seek, knock. And the abbreviation of it, ask. A-S-K, ask, they said, the fervent prayer. Ask God always with a fervent prayer, not just routine prayer. And seek, then you seek him to know the way you go. And finally, knock. This means the good deeds, because you knock with your hand, and whatever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do the things which are that are pleasing in his sight. I hope you get the message, and glory be to God forever and ever. Amen. لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران جابن يتتخن في هو معرفته فو انجاب كران مارسين جتك متور جيفوك ببي او شايني انجيف از مروت انجيف يوتني مبشيرين ام ببنب ما اس هواب تتريا سنجي كبول In the wisdom of God, let us attend Lord have mercy truly. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحو البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين المواف اليوم السادس كان في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيدني يأتي في مجده ليدينا الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحب بسك ملاب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مكرسة جامعة رسلية نعترم مع مضيح المفاخطة وننتظره كامة لما يتحد دار لك تنجوش تبول خاي تنتي أناستاسي سنتيني رف موت نمبي أنخنتي بي أنسنيو آمين سامحوني جميعا سألوا عني عم تانية have sent forgive me all this prostration متانية كتم نظماتي سوى الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل
إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. Pray for perfect peace, love, and holy apostolic greeting. Lord have mercy. According to your good will, O God, fill our hearts with your peace. Cleanse us from all blemish, O God, all hypocrisy, all craftiness, and the remembrance of vice, bearing death, and make us all worthy, O our Master, to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift. In Christ Jesus our Lord. Greet one another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yes, Lord, who art Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer an order, stand with trembling, look toward the east, let us attend. Through the intercessions of the Theotokos, Saint Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. A mercy of peace, a sacrifice of praise. قلوبكم هي عند الرب نشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل لنا وحقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن والسيد الرب الإله الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى جالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك شربيم الممتلئون عيون سيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين نصي الشربيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا فردوس نعيم وعندما خالفنا وصيتك بوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس نعيم لم تتركنا عن قضاء الإقضاء واتعدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين وآس إنكارنيت أمبيكي من
and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and spirit. He made us unto himself and a simple people, and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who were in the world, as he ransomed on our behalf, gave himself up unto death, which reigned over us, whereby we are bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen, I believe. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد للسموات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوم للمجازة هذا الذي ظهر فيه ليدين مسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لنا فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. نؤمن. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين المحياتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. نظر إلى فوق نحو السماء إليك الله باسد كل أحد وشكر. آمين. 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 نؤمن ونعترف ونمجد. وقسمه وأعطاه للتلاميذ المكرمين القديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كل من كلكم لنا هذا وجسدي الذي يقسم عن كثيرين يعطى لمغفرة خطاي هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. Likewise also the cup after supper mixed it of wine and water when he had given thanks. آمين. آمين. Sanctified it. آمين. Again we believe, we confess, and we glorify. It is it, and give it also to his own saintly disciples, holy apostles, saying, drink with all of you, for this my blood of the covenant, which is shed for you, for many, to be given for the remission of sins. This do a remembrance of me. This is also true. Amen. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامة وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا ويوفر unto you. Your gifts was yours for everything concerning everything. Everything. Worship God in fear and trembling. Ten oserok, ten esmoerok, ten shemshiemok, ten oshtemok. Let us attend on me. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. ومن
الناس وأيضا ده من كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا ومن آمين يعطى لمغفرة غفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول قدساتك طهار لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. Remember, O Lord, the peaceful and only Holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the one Holy Catholic Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have mercy. الذي لا تقتنعت لك أبدام الكريم الذي مسيح فضاه بالسلام كل أصاخ الأرضوكسين الذين فيها. ونذكر يا رب أبانا الطبال المكرم رئيس الأصاخ بطريق كان بعض معظم الأنباء طولدو الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبانا أصخ المكرم الأنباء بيت صلو من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريارك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيتر وسارة أساقفتنا الأرثوذكسية يا رب رحم الذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة الأنبا ملكا يستكل المقدس الرون أختيار بسلام كل يا رب القمامس القصوص أرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإيبوز يكونين وسبع تغمات كنيستي إلا يا رب رحم كل خدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المذكور يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكون يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل الذي يرد أبان الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والديور يا رب رحم وسكننا فيها بإيمان إلا شعبك 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 وكنيستك يطلبون إليك معك وبك إلى الأبقى إليك ارحمنا 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 يا القلب عطمانين العالم زيجا حسن لهو أجريشس ليأكوردو لهورد The air of heaven, the fruits of the earth, the water of the rivers, the sea, the herbs and plants of the field this year, bless them. Pray for the air of the heavens, the fruit of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs and the plants of the field. The curse of God may bless them. Have compassion on his creations, which his hands have made, and forgive us our sins. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lead them to their measure according to your grace. Give joy to the face of the earth. May forests be abundant, fruits be plentiful. Prepare it for soon harvesting. Manage our life as deemed fit. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك
من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسم القدوس لأنك ترجى تلتعطي طعاما في حين حسن. اسمع منا حسب صلاحك يا معطيا طعاما املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن كلنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد كل عملا صالح. يا رب ارحم. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا أوها. يا رب the command of your only begotten Son, that we share in the commemoration of your sins, graciously accord, O Lord, to remember all the sins who have pleased you since the beginning. Our Holy Fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, preachers, the eventful martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous, perfect in the faith, most of all, the pure, full of glory, ever Virgin, Holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Logos. والقديس يوحنا الصابو الشهيد والقديس فانوس رئيس شمامسة والشهداء ناظر انجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسقوروس القديس أثناس الرسولي والقديس بطرس رئيس كهنة وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذهب الفهم والقديس أودوسيوس القديس ثوفيلوس والقديس ديميتروس القديس كيريلوس والقديس باسيل القديس أوروريوس ناطق لاهيات القديس أغروريوس صانع العجائب والقديس أغروريوس الأرماني وثلاثمائة ثمانية مجتمع بين قول مال خمسين قسطنطينية والمئتين بافس أبن الصديق العظيم أما التونيوس والبهار الأنبا والأثرس مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبن أمبريانس كونس أبن شول بار رجل الكاب حبيب مخلصنا الصالح وابانا بمثال الساعة كل مصاف قدسيك أولادين وسؤالات مطلباتهم ارحمنا كل معنا قدم الاسم القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطريرك القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكو معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك يا رب نيهم آمين. هؤلاء كل أحد يا رب قد نسمهم الذين نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليس فينا رخض وتنح في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك المنتقلين الرهبان أبونا تكلا الصموئيلي أبونا يوستوس أفا ماركوس أبونا مينا أفا ماركوس في الذكرى السنوية عبيدك أليس شاكر أنطون وانصاف عزيز جبرها ونصحي نجيب جب الله فهمي وديع فهمي نعمات فهمي تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب ألهم في ماضي الخضر عالم الراح فردوس النعيم الماضي الذي هرب الحزن والكآب والتلهد في نور قديسي يا رب ارحم أولئك يا رب الذين
أخذت نفوسهم نيح فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور. آمين. Throughout the winter kingdom, واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس إرين باسي. كتب نبماتي سو. Again, let us give thanks to God and Creator, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, for He also has made us worthy now to stand up in this holy place, to lift up our hands and to serve His holy name. وأيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار إلهية غير الميتة. آمين. الجسد المقدس. نسجد لجسدك المقدس. والدم الكريم. ولدمك الكريم. Christ and Creator, the Lord our God. Amen, amen. Let us pray. Lord, have mercy. كتب نبماتي سو. أيها السيد رب الإله ضاب الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كيني ليسون يا رب رحام. Fasting and prayer are those which raised Elijah to heaven and saved Daniel from the lion's den. Fasting and prayer are those which the Moses pursued until he received the law and the commandments written with the finger of God. Fasting and prayer are those which their Ninevites pursued, so God had mercy on them and forgive them their sins and lifted away his wrath away from them. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord, have mercy. أسوهم وصلاهم الذين عمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدوس. كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب رحام. Fasting and prayer are those which the martyrs pursued until they shed their blood for the name of Christ, who confessed the good confession before Pontius Pilate. Fasting and prayer are those which the righteous, the just, and the cross bearers pursued. They dwelt in the mountains, deserts, and the holes of the earth because of their great love for Christ the King. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord, have mercy. ونحن أيضا فرنا
نصم عن كل شر بطهارة ونتقدم لهذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنير وبغير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدال برخوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات أو فاضح وأرضنا ليتقدس اسمك لاتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك وقوام مجد الأبد أمين خم بخريستو يسوع با انشو تسكيف على سيمون تكريوك لناتي نبيون سكري الكثير وكثرة إثم وتكسر هناك نعمتك منك لخطايا خاصة ونلسات قلبي تمنع شعبك نعمة روح قدوس اللهم حالنا وحال كل شعب كل خطية كل لعنة كل جحود كل أمين كاذب كل ملاقات الأرض كل والثانين نعمنا سيدنا بعقل وقافهم نهرب للتمام كل أمراضي المضاد نحن نصنع مرضاتك كل حين نكتب أسمعنا كل سوء قدسيك من أكود سوء يا رب السلام الكنيسة البطريركة الباب معظم الأنبة والدور الثاني وشايف الخدمة الرسولية كرم الأب بيتر اسكو يا رب أبا المطارنا ولا صافا كان ورهبان ورهبان شعب كل الذين أوصونا اسكو يا رب يا ريمبر أولورد أر أسمبليز بلدهم Save them in and with your spirit and the fear of God let us attend Mean Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy القدس هات للقديس مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس أمين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد الروح القدس أمين يدبنا ماتي سو ماجيون كيمات ميون ليثنون يسوع المسيح تو ايتو ثيو ايمول امين holy precious body and blood of Jesus Christ the son of our God امين امين يسوع من امبيس نوف انت مانويل بنوتي فايبرن اومث مي امين امين تناتي امين 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 اؤمن 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 واعترف للنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي خذه من الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط المزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بلاط سبونتي سلمه عنا على خشب السلم المقدس براد بعض عنا كلنا Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment to twinkle of an eye given for us for salvation, remission of sins, eternal life to those who partook of him. I believe, I believe, I believe that this is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe, I believe, I believe that this is true. Amen. Pray for us for all questions concerning them. Remember house of the Lord, the peace of sing, Jesus Christ sing, Alleluia. Pray for our departing heaven, make heaven mercy, Lord have mercy. Zuxosi kireye, zuxosi, Alleluia, Alleluia.
هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما واربعين ليلة. اسمو ابنو تيخني اسواب تيرون تفللو يا ايسوس بخريستوس ارنست بين ريقون نهمن هو نهمن إغور رز همن زفر مامن of his power Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. سبحوا على مقدرته هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. Praise him according to the multitudes of his greatness. Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. سبح سبحوه بصوت البوك هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. مبارك لك باسم الرب، مبارك نورك باسم الرب. سبحوا بمزمار وقيصر هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. Praise him with timbrel and chorus Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. سبحوه بأوتار وأرغون هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. Praise him with pleasant sounding cymbals Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. بصنوج التليل هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. نيفيني فين مروز موتيرو إبران مبشويس بن نوتيال هللويا. ايسوس بخريستون سرنست بينري يغون انه منهو نمه من ايغور زوك سبتري كيو كي اغيو ابن ماتي هللويا. ايسوس بخريستون سرنست بين إري إيغون إنه منهو نمه من إيغون كنين كأي كإستان سأون أستان أون آمين هللويا.
إيساس بخريستون سرنستابي نهريقون نمنهو نمهمنه الليلويا الليلويا دوكساسي أوثي أوسيمون الليلويا آيسوس بخريستوس رنستافين ريجون نمهمن إهو نمهمن إغورا الليلويا الليلويا بي أو فابنوتي بي الليلويا إيسوس بخريستوس بشير مبنوتي صوتم إيرون ونعين جيفيل مارو أوتين جيفيون نم بشيري نم ببن مايسو واب تتري أسجي كبول تنوش تموت طوبى للرحمة للمساكين فالنير رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح الصوم الصوم للنفس ثبات طوبى لمن صام عن الزلات ذكى يخلص من كل ضربات ويرث ملكوت سماوات اطلب البر والملكوت ولو لا تفكروا في الكسوة والقوت فهذا مجيئه مثبوت والله عنده كل الخيرات بادروا بالرحمة لكل أحد ولا تنظروا فيما بعد فإنه قيل لا تهتموا بالغاد فالرز مضمون فيما هو لسيدر زوس هو هاف مرسي هو جيب تو ذا بور انفاس تم براي ذا هول سبيريت ويل فيل ذير هارت اس ويل شو ذا مرسي اون جادجمنت تأملوا في رخ الغربان التي لا كتلها ولا أوطان فالأب يكتها مع غيرها من الحيوان فانتم أولى يا آل الحسنات جدوا وقفوا بلجاجة في طلب الرحمة بسذاجة وليمضي لصديق وقت الحاجة ليقترض منه ثلاث خبزات حبوا أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى من يبغضكم وصلوا لأجل من يطردكم واغفر لأخيك سبع مرات طوبى للرحمة للمساكين فالنير رحمة حل عليهم
في الموقف يوم الزحمة وعطي صدقة تزداد نعمة فعلى الرحمة تحي للرحمة طوبى لآل البر والحسنات داوم فإن آخر ساعة يفرح فيها أهل طاعة وأما المرتحل بغير بضاعة فهو خائف دائم الحسرات ذاك اليوم فيه أعظم معونة لأن الرحمة تخفف دينونة وهي تساعد أهل المسكونة وترفعهم إلى أعلى درجة blessed are those. يا ملاك هذه الزبيعة الطلوة بهذه التسبيعة كنا قدام رب لف لنا اختانا فلنسبح مع المنقالين المجد لله في الأرض سوما تسكي ما تسمون وجني سئو متألا فنتي صفتو خارستي سو من زوك سبتريك أيوك أجيب نعمتي سوما تسكي ما تسمون وجني سئو متألا فنتي صفتو خارستي سو من كانين كأي كأستوسي أونستوني أونون آمين فاي بيبي سومان بي اسنو فنتي بي مونو جاني سنو ناي إيطا إتشي إيفولن خيتو مارن شبه موتن توت مارن هوس نمني أنجيلوس نمني تغمن تيبتشي سينيم بخرسن تنثمي إنو شيفو غو إم موجب إيطا فرنستي في نهري يغون نهمين هوني مهمين غور شو بيروبك انتينستي يكوني إيفولن ني آنو ميات ني توب نمني سبرز في انتي تاشو السن بماري سوتي أمو نو وهناينان كريالاي سون كريالاي سون كيريا فلوغي سون امين اسموه روي اسموه ستيمي تانيا كوني ايفل قنبي اسموه امين اسي شوبي رب تيتيرين منان تكريني سمنان تكريني كان نوفناني فول جيث اوكتيتي قوم نمبي اوه نمبي اسمو نمبي اماشاني امين جعلنا مستحقين أقول بشكر أبانا الذي في السماوات our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from the evil one in Christ is our Lord for thine is the kingdom support the glory for the world محبة الله الابن الوحيد ربنا أولانا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية القدس تكون سلام سلام ربي يكون معكم النهاردة أعداد خدام من 7 مثلا مش كده 7 بري سيرفنت وبكرة القداس من 8:30 من 8:30 ل 11 هنا في كنيسة الملاك وبالليل العشية 6:30 والحد القداسي كالمعتاد ربنا يكون معكم